اهلا بيكو. في الفيديو ده احنا هنتكلم عن الروبريك وازاي بتعمل وازاي نستخدمها. في الفيديو اللي فات احنا ابتدينا نتكلم على كيفية تقييم الاكتيفيتيز اللي هي جزء من الانستركشنال ميثودز، ووصلنا في التقييم لان استخدامك لحاجة سميناها الروبريك، استخدامك ليه ممكن يسهل قوي عملية التقييم ويخلي عملية التقييم أكثر انتظاما وأكثر موضوعية. إيه هي بقى الروبريك وإيه اللي يخليها كده؟ تعالى نشوف تعريف سريع ليها. في الأصل الروبريك هي بتختار أنت الحاجة اللي عايز تقيسها، وبعدين تقول ايه الدرجات المختلفة اللي ممكن يحققها المتدرب او الطالب في الحاجة دي، وكل درجة منهم مين فيهم اهم من التانية، او بالاصح بترتبهم من احسن درجة لاوحش درجة. الحقيقة لما بتعمل روبريك بيبقى سهل قوي ان انت تقيم الناس كلها زي بعض، بيقلل فرصة ان تدخل مقاييس غير موضوعية في التقييم، وفي نفس الوقت يمكن حاجة من الحاجات الجميلة اللي بتديها لك الروبريك ان انت ممكن الروبريك دي تديها لحد غيرك او معاك يقيم برضو اللي المتدربين اللي موجودين. يبقى كل اللي مطلوب منه هو مش في الكورس حاجة، مجرد ما هو بيقرأ الروبريك يقدر يعرف منها هو هيقيم على أساس إيه، وبالتالي الطالب ده أو المتدرب ده وقع هنا أو هنا أو هنا أو هنا، فبقى المقياس مقياس أكثر موضوعي. طيب مثال من الأمثلة سريعا، مثلا لو إن إحنا بنتكلم على مسألة رياضة، في الرياضة أنا ممكن بقول والله أنت أدي المسألة اللي المفروض تحلها يا طالب أو يا متدرب، والمسألة دي لها خطوات حل، لها معطيات، لها خطوات حل، لها نتيجة. أجي أنا أبص والله طيب الطالب اللي عمل الخطوات بشكل واضح وصح وطلع نتيجة صح يستاهل أعلى درجة او الدرجة النهائية او يستاهل ياخد ايه، اوكي. وبعدين اقول والله طيب الطالب اللي عمل الخطوات بشكل واضح وصح لكن النتيجة طلعت معه غلط، كتير قوي في الارقام بنغلط لكن بنبقى فاهمين وعارفين كويس احنا بنعمل ايه، لكن نيجي نضرب الرقم غلط على الكالكوليتر او ننقله غلط او ساعتها مثلا ياخد الدرجة اللي تحتيها او ياخد 4 من 5 بدل ما ياخد 5 من 5. بينما الطالب مثلا اللي عمل الخطوات واضحة بس فيها غلط، اوكي، عرف يكتبها لكن غلط وهو بينقل من خطوة للتانية مثلا، وبالتالي النتيجة بتاعته برضه هتطلع غلط، ده يستاهل درجة اقل. ليه؟ لان الغلط ما كانش غلط مفهوم، ما كانش غلط كونسبت، وانما كان بيحل المسألة وبيستنتجها، وفي النص فك مثلا فك اقواس غلط او حط رمز مكان رمز. في الجبر بيحصل الكلام ده كتير وعادي جدا ان انت تحط اشاره ناقص او تنساها او مثلا. ويجي بعديه مثلا اللي كتب النتيجه، سوري، اللي عمل الخطوات غلط اساسا، واضحه او مش واضحه، اوكي، بيحل مساله تانية، ده اكيد اوحش، ومتهيألي اوحش منهم اللي جاب النتيجه صح وكتبش خطوات ولا حاجة، ده معناها ان في الغالب نقلها من حد جنبه، ده يستاهل ان هو سقطه من اصلا. فهنا يبقى انت عملت التدريج للناس اللي بتقيمها، والتدريج ده تقدر تطبقه على اكتر من واحد بنفس المستويات اللي بتستخدمها. مثال تاني هنا، انا عامل لكم اكزامبل صغير عن روبريكس بتقيس ثلاث حاجات في البرزنتيشن سكيلز، الاي كونتاكت مثلا، الموشن اند بودي بوستشرز، والتون اوف فويس. فمثلا لو جينا نتكلم على الاي كونتاكت بنقول ان اللي هيعمل توزيع كويس للاي كونتاكت على الاودينس كلهم في الاوضه كلها ده هيبقى يستاهل اعلى تقدير او اعلى درجه. يجي بعديها اللي بعض الوقت سرح في اتجاه ما او
يعني عينه فضلت متثبته في اتجاه واحد او بعيد عن الاودينس، ما كانش بيحركها كفايه. يجي بعديه اللي ان اغلب الوقت كان التوزيع بتاع نظراته ما كانش ايفنلي، لسه ما كانش متوازن ما بين الاوضه او المتدرب اللي قدامه كلهم في عمليه البرزنتيشن. ويجي اوحش منه اللي most of the time باصص في اتجاه واحد او في اتجاه مجموعه او في ناحيه من نواحي الاوضه او قاعه المحاضرات. واخيرا اوحش واحد اللي اغلب الوقت ما كانش باصص خالص للناس، او كان باصص للبرزنتيشن بتاعته، او كان باصص في الارض، او ده يبقى اوحش مستوى. يبقى انا كده لما اجي اقول اقيمك على الاي كونتاكت هبص انت فين هنا، ده انت يعني عدت منك كده مرتين ولا حاجه، سرحت في اتجاه ما كنتش بتوزع، يبقى انت تستاهل الدرجه دي او تستاهل التقدير ده، وهكذا. يبقى انا كده الروبريك دي وضحت لي انا شخصيا وانا بعمل عمليه التقييم، ووضحت لغيري انا بقيم ازاي. يجي هنا في النص الدرجات، ايه يتحط قبل ايه؟ طبعا احسن حاجة اللي هي مش ممكن تبقى بيرفكت، احسن حاجة هي اللي هتاخد اعلى درجة، عشان كده بنقول ايه most of the time rarely او كان دي اللي بنحطها ايه في الناحية الشمال او في الناحية بتاعت اعلى درجة. وبعدين الحاجات اللي اهميتها قليلة شوية هي اللي تنقلك لدرجة قريبة من الممتاز، بينما الحاجات اللي أهميتها عالية قوي هي المفروض اللي تقلل قوي من الدرجة اللي انت تستحقها. زي ايه مثلا؟ لو بصينا على اخر سطر هنا لما بنتكلم على التون اوف فويس، هنلاقي مثلا ان احسن واحد مين؟ الويل يوزد التون سيرفينج ذا كونتنت موست اوف ذا تايم، بينما اوحش واحد مين؟ واز نوت تشينجينج از اف روبوت واز توكينج. يبقى ده اوحش مستوى وده احلى مستوى. طب في النص بقى مين عندي اهم؟ انه يبقى مونوتونيك او انه ما يبقاش مونوتونيك اهم، ولا انه ما يبانش عليه انه عصبي او قلقان في عمليه البرزنتيشن؟ لو انا يهمني اكتر انه ما يبقاش مونوتونيك، اخلي المونوتونيك تنزله في الدرجه الاقل. لو يهمني اكتر انه يبان عليه انه ريلاكس، او يبان عليه انه هو بيتكلم براحته ومش قلقان، لو ده اللي يهمني اكتر او محطه هو ده الناحيه دي واخلي المونوتونيك قبليه، يبقى الحاجه المهمه قوي من وجهه نظري بحط عمليه التقييم دي او بقرر ايه عمليه التقييم، اخلي الحاجه اللي اعلى اهميه هي اللي تنقلني لدرجه اقل، بينما الحاجه اللي اقل اهميه هي اللي تنقلني درجه بسيطه من خطوه او من مستوى للمستوى اللي تحتي. طبعا اللي انا بقوله هنا ده انا بقول لك في دقائق قليله قوي، كلام ممكن يتقال في كورس بحاله من الكورسات اللي بتتكلم على عمليات التقييم، وازاي نديزاين الروبريك وازاي نوزع فيها. مش بس كده، من ضمن الحاجات اللي ممكن تتعلمها في كورس في الديزايننج بتاع الروبريكس الكلمات اللي تستخدمها في المربعات المختلفة علشان التقييم يبقى أكثر دقة، ويكون لو أي حد تاني جاي يستعمله يقدر يطلع تقريبا نفس النتيجة اللي أنت بتطلعها. طبعا أنا هنا كل اللي عملته معاك دلوقتي هو أني عرضت عليك فكرة الروبريكس بسرعة. كل اللي حب أنك تخليه بالك أنك لو قدرت تعمل روبريك كويسة هتوفر عليك مجهود كبير، لكن عشان تعمل الروبريك كويسة أو مش كويسة هتاخد منك مجهود كبير هي في نفسها، لكن التوفير اللي بتوفره بعد كده ممكن هو يستاهل قوي المجهود اللي اتحط فيها وتوفر معاه زيادة. بما ان احنا دلوقتي في اخر نقطة او اخر حتة في الليكتشر بتاعة الاكتيفيتيز از انستراكشنال ميثود، احنا بسرعة نشوف احنا اتكلمنا في ايه. احنا الاول اتكلمنا عن الاكتيفيتيز، ايه اللي بتعمله، هو ايه الاكتيفيتي، ايه اهميتها بالنسبة للمتدرب او المتعلم،
بعد كده اتكلمنا على بعض الافكار اللي ممكن تساعدك وانت بتعمل ديزايننج للاكتيفيتي، واخيرا اتكلمنا عن ازاي نقيم الاكتيفيتي دي، ومن ضمن جزء من اجزاء التقييم اتكلمنا على الروبريكس. افكرك ان موضوع التقييم ده هنتكلم فيه بتفاصيل اكتر بعدين، او يعني هنقضي فيه وقت اكتر، بلاش تفاصيل لان الموضوع برضو كبير قوي على انه يتحط كجزء من كورس. هنتكلم فيه شويه اكتر في محاضره تاني مستقله عن موضوع الاسسمنت. ارجو ان المحاضره دي تكون فادتكم. ان شاء الله في المحاضره الجايه هنتكلم على الديمونستريشنز كوسيله من وسائل التعليم. ارجو ان انتم تكونوا معانا فيها، واشوفكم فيها واشوفكم بخير ان شاء الله.